سميتها استيعاب، لأن نحن ما نعرف متى بتي هاي لحظة الإبداع. فقلت أنا شو إذا نحن نسوي معرض والفنانين مشاركين يحطون العمل اللي طلع في لحظة استيعاب واحدة يعني. فالحمد لله عندنا مشاركات من داخل الدولة وطبعاً ومن خارج الدولة من مختلف الجنسيات، والنتيجة جميلة جداً. المعرض من كثر اختلافه أن نحن عندنا أعمال نحاسية، وعندنا أعمال رسمت بالديجيتال آرت، وعندنا أعمال اللي بالأعمال الزيتية. نحن نعمل هالمعارض يعني علشان يصير هذا النقاش، يصير الديالوج هذا بين الفنانين، بين المشاهد والفنان، بين الفنانين والخامات اللي يدور في المعرض. شاركت اليوم في معرض استيعاب، شاركت بلوحتي هي منظر بحر. أحس أن الشخص لازم يقعد في عزلة ويتأمل الطبيعة عشان يقدر الحياة اللي هو عايش فيها. استخدمت تكنيك الباليت نايف اللي هو السكين عشان أعطي إفكت الطبقات، وهذا هي الطريقة اللي اعتمدتها حق رسم هاللوحة.